السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم 18/8/2021 في مصر. الريال السعودي سجل نحو 4 جنيه و16 قرش للشراء، 4 جنيه 19 قرش للبيع. أما الدينار الكويتي سجل نحو 49 جنيه 35 قرش للشراء، 52 جنيه و23 قرش للبيع. أما الدرهم الإماراتي سجل نحو 4 جنيه 26 قرش للشراء، 4 جنيه 28 قرش للبيع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.